السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا هتبل معاكم الفراخ المشوية اللي أنا هشويها في الفرن بدون زيت أو أي مادة دهنية. أنا معايا هنا بصل وطماطم وخل وبهارات كتيرة خالص يا جماعة عشان الشوي، وزبادي طبعا. البهارات هنقولهم مع بعض سريعا. عندي معلقة كبيرة بهارات الشرق اسمها في العطارة بهارات مشاوي، معايا فلفل اسود، معايا كزبرة، معايا بابريكا، معايا حبة كمون، معايا سنة صغيرة قرفة، وطبعا الملح اكيد، والشطة لو انت حابة ان انت تعمليها سبايسي حطي شطة، مش حابة خلاص. بعد ما ضربت البصل والطماطم هضيف معلقة خل كبيرة. الخل ده يا جماعة بيمنع تجمع الدم في الفرخة وتستوي بسرعة. كمان يا جماعة في خطوة تاني، ان انت تدهني بطن الفراخ. انا دهن بطن الفراخ من جوه بمرقة الدجاج. بعد كده بعد ما حطيت الخل هضيف البهارات بتاعتي على الخلطة في المفرمة، وهبدأ ان انا اضرب كله مع بعض. ما تنسوش الملح يا جماعة، ملحوا زي ما انتوا عاوزين على حسب درجة الملوحة اللي انتوا بتحبوها في الاكل، حطوا ملح. بعد كده هبدأ ان انا اضربهم كلهم مع بعض. ادي البهارات بدأت تمتزج مع الخلطة وبدأ لونها يغمق معايا. بعد كده هفتح الزبادي وهضيفه. هضيف علبتين بس يا جماعة، ولو انت حابة تضيف التلاتة لكل فرخة علبة عادي، لكن هما صغيرين والزبادي يعني ايه يعني هو كويس، بيخليها تطيب بسرعة ويخلي اللحم بتاع الفرخة طري، مش ناشف. بس كده الاتنين كويسين، انا شايفة الاتنين كويسين يعني. ده مكعب مرقة غير المرقة اللي انا دعكت بها صدور الفراخ من جوه. هبدأ اقلبها كويس. بعد كده هجيب سكينة رفيعة وهبدأ انغز الفراخ من كل النواحي، من كل الجناب يعني، علشان تستوي بسرعة وما يبقاش فيها حاجة مش مستوية. دي يا جماعة الفراخ دي شوي، دي فراخ شوي يعني صغيرة، بتتراوح ما بين كيلو ونص تمام لغاية مثلا كيلو 800. دي الفراخ الصغيرة دي بتستوي بسرعة. هبدأ ان انا اضيف الخلطة جوه وبره وادعكها كويس جدا جدا، وادعك الجلد كويس من بره. هبدأ ان انا ادعك ادعك علشان التتبيلة تشرب. الحاجات اللي انا الفرخة انا ضربتها بالسكينة في كل الاماكن علشان التتبيلة تاخد منها. بص يا جماعة، انا عملت التتبيلة بتاعت مية البصل وعملت التتبيلة بتاعت البصل بتفلو. افضل طريقة في الشوي البصل بتفلو بصراحة، يعني اللي هي في البوتاجاز مش على الشواية، لا انا هحط الفراخ دي في البوتاجاز. هسيبهم، انا تبلتهم من الليل وسبتهم باتوا. بعد كده الحوامل دي بتاعت الشوي انا مشترياها من عند اي حد بتاع ادوات منزلية، سعرها مش غالي، ممكن الواحدة ممكن يعني ب10 او ب12 جنيه الله اعلم، مش متذكرة كويس عشان انا جبتها في جهازي بصراحة، جبتها من فترة. وبعد كده هبدأ ان انا ادخل دي فيها، وبعد كده هحطهم هما الاتنين، وبعد كده هدخلهم الفرن. طبعا انا عاملة 3
ثلاث فرخات وانا عندي حاملين بس. هتعملي ايه؟ هجيب ازازه البيبسي دي، ازازه سيفن اب او بيبسي ايا كانت، ازازه صغيره، واحط الفرخه عليها. بس قبل ما احط الفرخه عليها هضيف عليها ميه، هحط في الفرخه، هحط في الازازه ميه، هملاها كلها ميه. الميه دي مش هتنقص خالص، يعني زي ما هي، وهتطلع مش هتتكسر وهتستحمل اعلى درجه حراره، مش هيحصل لها حاجه. اول حاجه يا جماعه طبعا هنشيل الشوايه عشان حجم الفرن، وبعد كده هنشيل اسمها ايه دي، الطبق اللي من فوق الشبكه. الشبكه مش هنولع الشوايه غير لما تبدا ان هي تاخد، يعني تستوي، تحط السكينه فيها وتطلع مستويه. بعد كده هنشغل الشوايه من فوق على درجه حراره قليله بعد ما هتبدا تستوي، بس على اساس ان هي تاخد لون. وممكن تشغلي الفرن وتشغلي معاه المروحه اللي هي الموزعه. انا حاليا حطيتها في الفرن على طول، هعمل الرز الاصفر. حطيت زيت، وبعد كده هحط كاري وكركم. يا جماعه هحط الاثنين كاري وكركم وهحطهم في الزيت، وهبدا ان انا اقلب. هحط كميه كويسه عشان اللون بتاع الرز يطلع معايا حلو. انا حطيت كاري وحطيت كركم يا جماعه. بعد كده هبدا اقلبهم اول ما هيتحمروا، وهحط كمان مكعب مرقه، ايا كان مكعب مرقه او فراخ مش هنختلف. وهبدا ان انا احمرها، اقلبها تقلبتين كده في الزيت. اول ما الريحه تطلع معايا كويسه بعديها على طول هضيف الرز مباشره، فضلا وليس امرا. يا جماعه اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هبدا ان انا اقلب. شايفين اللون بدا ان هو يصفر، ياخد من لون الكركم والكاري. الرز ده يا جماعه طعمه تحفه. ده بصل متقطع، انا مقطعاه على ايدي، مش فرماه في المفرمه ولا اي حاجه، علشان لازم الرز يبقى البصل باين فيه. هبدا ان انا اقلب كويس جدا، خمس دقائق تقليب. وبعد كده هضيف حاجه مش هتتوقعوها، هضيف معلقه عسل اسود. المفروض يا جماعه ان انا احط صويا، اللي هي الصويا صوص دي اللي غامقه، بتبقى لونها زي لون العسل الاسود. طالما مش موجود العسل الاسود هي بس ما الا ان هي هتدي لون، فحطيت العسل الاسود. معلقه يا جماعه، معلقه، ده كيلو، انا حطيت عليه معلقه واحده. انا اللي انا عاملاه ده كيلو رز، حط عليه معلقه واحده، تمام. كمان المعلقه مش كامله، يعني هي حاجه بسيطه كده علشان ما يبقاش طعم العسل طالع فيها. يا رب تكون الطريقة بتاعت تتبيلة الفراخ وطريقة الرز عجبتكم. هبدأ ان انا اقلب علشان اوزع العسل في كل الرز وكل الحلة.
ودي هضيف الملح طبعا وهبدأ اقلبه. الكتل اللي الناحية التانية ده على البوتاجاز يا جماعة انا حطاه علشان بغلي فيه مية للرز. خلاص المية سخنت معايا وبقيت زي الفل، غلت يعني. هبدأ ان انا اقلب وبعد كده هسيبه اول ما هيغلي، بس علشان انا لما مشغلة الفرن من فوق يعني العين مش عالية. بعد ما استوى اول ما اتشرب يا جماعة انا وطيت عليه يتعامل نفس معاملة الرز العادي الطريقة العادية، لونه تحفة وريحته فظيعة جدا. ادي الفراخ بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها والرز عليها، بجد بجد طعمها تحفة ومستوية بالكامل وطريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنول اعجابكم، ويا رب اكون قدرت ان انا افيدكم. وشكرا جدا جدا للمشاهدة، ما تنسوش لايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.